9 تم كانت دكتورة سحر ناصر اختتمتها مع وزير التجارة والصناعة الروماني، وبعدها رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي عمل زيارة لرومانيا، وأنا كلمت السفير هناك وقال إنه بعض توصيات الرئيس أوصى بيها يا ريت إحنا نركز عليها. وكان من أهم التوصيات إن الرئيس طلب زيادة أعداد السياح من رومانيا إنهم يجوا مصر، وفتح آفاق التصدير ومجال التصدير اللي كان موجود من 20 سنة، إن هو عايز يرجعه تاني، لأنه من 20 سنة أو 25 سنة حجم التبادل التجاري ما بين مصر ورومانيا في الاستيراد من رومانيا معدات لمصر كان 20 ضعف من اللي موجود حاليا دلوقتي. طبعا ده نتيجة إن شركات كتير جدا هناك اتأممت ودخلت موضوع يعني موضوع بيع وزي موضوع زي الخصخصة زي موضوع الجرارات اللي بيع، ويعني شركة والشركة دي بدأت إنها تشتغل في مصر مع الهيئة العربية للتصنيع، وأعتقد إن هم عملوا خط إنتاج وإن شاء الله بيقولوا هيطرحوها في الأسواق بنهاية هذا العام. ده موضوع يعني أنا إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن احنا نقدر ننجح فيه بزيادة أعداد الشارتر اللي جاية من هناك. هي هم كانوا رحلتين بقوا 4، بقوا النهاردة يعني الأربعة دول عايزين يوصلوهم 6، لا ده الأربعة هيرجعوا لـ2 علشان خاطر هم بيضايقوهم في مطار شرم الشيخ، ودي حاجات هنتكلم فيها. 6 أيوة 4 يا فندم معلش. رومانيا لشرم الشيخ. يعني بس هم حضرتك 6 و4 طيارات، هم كانوا 2 بقوا 4. بس حضرتك 2 و4 دول يعني ولا حاجة خالص يعني حضرتك لو الغردقة بيجي فيها أضعاف هذا العدد. الحاجة برضو اللي كان أوصى بيها الرئيس هو الشركات اللي هي الرومانية العاملة في مجال البترول والغاز، هي شركات متقدمة جدا، وطلب إن إحنا نحاول نشوف الشركات المصرية المهتمة إنها تعمل جوينت فينشر، تعمل مشاركة، تعمل اتفاقية مع الشركات. الشركة الوحيدة اللي شغالة في مصر هي توتال غاز اندستريال، غير توتال غاز الفرنسوية، ودول واخدين عقدين